رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وقد أشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا المجلس أن توجيهات جلالة العاهل المفدى للحكومة قد دعمت جهودها في محاصرة جائحة كورونا المستجد وإبقاء الوضع الصحي بخير والتعامل مع تداعيات الجائحة للتخفيف من آثارها صحيا واقتصاديا. وتزيد الحكومة عزما على مواصلة جهودها التنموية في مختلف الظروف والتحديات. وضمن هذا السياق، فقد أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للجمهورية اللبنانية الشقيقة لما تمثله من استمرار لمواقف مملكة البحرين الأصيلة في دعم الأشقاء في المحن والكوارث. وفي هذا الصدد، فقد أعرب مجلس الوزراء عن وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار الانفجار المروع والذي وقع في مرفأ بيروت البحري وتجاوز تداعياته، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه. ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على نجاح موسم حج 1441 هجريا، بما تميز به من حسن تنظيم مثالي وإجراءات صحية وتدابير وقائية ناجحة في ظل ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد-19. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصفه المجلس بأنه إنجاز إماراتي تاريخي مذهل يضاف إلى سجل منجزاتها الحضارية ومبعث فخر للدول الخليجية والعربية والإسلامية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي: نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية. أولا، استعرض مجلس الوزراء نتائج الإقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، حيث بيّنت النتائج الانضباط في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة وانخفاض المصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة عام 1919، وأن إجمالي الإيرادات الفعلية والمحصلة لغاية يونيو 2020 بلغت 910 ملايين دينار بانخفاض تصل نسبته إلى 29% عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وأن هذا الانخفاض هو بسبب تراجع أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنة بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وبالرغم من ضبط المصروفات وخفضها ونتيجة لانخفاض الإيرادات، يقدر العجز الفعلي للإقفال النصف السنوي للسنة المالية 2020 ب 798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98% مقارنة بالعجز النصف السنوي للسنة المالية 2019. ثانيا، اطلع مجلس الوزراء على تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، حيث أشارت البيانات المالية الفعلية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019 بأن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة قد بلغ 2,942
مليون دينار، أي ما نسبته 3.1% عن تقديرات الميزانية البالغة 2,815,700 مليون دينار، وهو ما يعكس مدى ما تم تحقيقه من مبادرات في إطار برنامج التوازن المالي في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات، حيث شهد اقتصاد المملكة نموا إيجابيا بنسبة 1.8% خلال العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي. كما أوضحت البيانات أن الزيادة في إجمالي الإيرادات هو بسبب التغيير في ارتفاع أسعار النفط، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإيرادات النفطية المحصلة بمقدار 2.9% مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، وانخفاض بنسبة 8.6% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2018. أما فيما يتعلق بإجمالي المصروفات الفعلية فقد بلغت 3,586,100 مليون دينار، وبنسبة قدرها 0.82% مقارنة بتقديرات المصروفات الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2019 والبالغة 3,556,800 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن العجز الفعلي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 قد بلغ 683.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 57.4 مليون دينار، وبالنسبة 7.7% مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بمبلغ 741.1 مليون دينار. ثالثا، استعرض مجلس الوزراء تقريرا قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالأعمال التي نفذتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي عبر 22 اجتماعا عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، وناقشت فيها 67 موضوعا من أهمها العمل على تنفيذ أولوياتها للفترة 2019 و2022، والتي تركز على مبادرات برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4,500 مليون دينار للتعامل مع التداعيات المالية والاقتصادية لأزمة كورونا، ومتابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة 30%، ومتابعة تنفيذ برنامج التوازن المالي عبر فرق العمل الستة والمعنية بتقليص المصروفات وغيرها. رابعا، وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات مملكة البحرين من منتجي ورق الكرتون ذات منشأ إسباني وبولندا، وذلك عملا بقرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، والمتعلق بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج آنف البيان لمدة 5 سنوات. فيما وافق المجلس أيضا على اتخاذ تدابير وقائية نهائية على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات على واردات دول مجلس التعاون من منتج الملدنات الكيماوية، وذلك امتثالا لقرار اللجنة آنفة البيان لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من المنتج المذكور أعلى، وذلك من خلال المذكرة المشتركة والمرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة. خامسا، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين ليواكب أحدث التشريعات والأحكام التي طرأت على مهنة تدقيق الحسابات الخارجيين وتشجيع البحرينيين المؤهلين على الانخراط في هذه المهنة وزيادة عدد مكاتب تدقيق الحسابات المؤهلة في مملكة البحرين، بما يفضي إلى خفض أسعار خدمات تدقيق الحسابات وتفادي إيقاع مخالفات التأخير في تسليم البيانات المالية على المنشآت المتأخرة. وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأنه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. سادسا، أثنى مجلس الوزراء على التعاون البناء الذي ميز العمل الحكومي البرلماني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وذلك في ضوء إطلاع المجلس على تقرير بشأن الإنجازات التشريعية والرقابية التي تحققت في هذا الدور، والذي
تضمن أبرز نتائج التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، وذلك من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. سابعا، وافق مجلس الوزراء على إصدار وزير شؤون الكهرباء والماء الترخيص لشركة الإنتاج وبيع الكهرباء لمشروع محطة الطاقة الشمسية 100 ميجاوات، وذلك في إطار المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء. ثامنا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018 مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن استملاك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة لكونها من أقدم المدن الإسكانية في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة. عاشرا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن مكاتب التوثيق في المحافظات باعتباره متحققا من خلال استحداث نظام التوثيق الإلكتروني. 11، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير غرف عزل مناسبة للقادمين إلى البحرين من الدول الموبوءة بفيروس الكورونا وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، وذلك لتحقق هدف الرغبة من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات في هذا الخصوص. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما بتقرير سعادة وزير التربية والتعليم عن نتائج المنتدى الافتراضي حول تأثير أزمة كوفيد-19 على التعليم الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والتعليم والعلوم والثقافة الألوفية.